السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني عشر، أهلا بكم في الوحدة الأولى بعنوان قضايا العالم الإسلامي القضية الفلسطينية، ونبدأ معكم بالدرس الأول القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية حتى عام 1948 ميلادية، الجزء الأول. نبدأ معكم أهداف الدرس لهذا اليوم. في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادراً على أولاً أن يستنتج أهمية الموقع الجغرافي لفلسطين، ثانياً أن يبين الأهمية الدينية لفلسطين، ثالثاً أن يوضح الأهمية التاريخية لفلسطين. درسنا لهذا اليوم سيكون في الكتاب المدرسي صفحة 12 إلى صفحة 15. تشهد جغرافية فلسطين وتاريخها على أنها عربية وجزء من وطننا العربي والإسلامي، وتشغل قضيتها كل عربي ومسلم، ويمجد ويذكر التاريخ الذين دافعوا عن عروبتها وتمسكوا بترابها، فقضيتها قضية وطن سلبت أرضه الحركة الصهيونية العالمية، وسنتعرف في درسنا لهذا اليوم على جغرافيتها وأهميتها الدينية وجذورها التاريخية. في الهدف الأول سنتعرف على أهمية الموقع الجغرافي لفلسطين. بداية، انظر معي عزيزي الطالب إلى الخريطة التالية التي تبين موقع فلسطين في الوطن العربي، فهي تقع في غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتبلغ مساحتها حوالي 27,000 كيلومتر مربع، ولهذا الموقع أهمية استراتيجية وجغرافية متميزة، وذلك لأنها أولاً تمثل حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، ثانياً لأنها تشرف على بحرين لهما أهمية استراتيجية وهما البحر الأحمر والبحر المتوسط، ولذلك تعرضت لأطماع الغزاة على مر العصور. أجب معي عزيزي الطالب على السؤال التالي: وضح أهمية الموقع الجغرافي لفلسطين. يجب أن تكون إجابتك كالتالي: تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي متميز، وذلك لأنها تشكل حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، بالإضافة إلى أنها تشرف على بحرين لهما أهمية استراتيجية وهما البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولهذا تعرضت لأطماع الغزاة على مر العصور. أجب معي عزيز الطالب أيضاً على السؤال التالي: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: تقع فلسطين في الأجزاء الجنوبية للساحل الشرقي للبحر، أولاً الميت، ثانياً الأحمر، ثالثاً الأسود، رابعاً المتوسط. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي: تقع فلسطين في الأجزاء الجنوبية للساحل الشرقي للبحر المتوسط. في الهدف الثاني سنتعرف على الأهمية الدينية لفلسطين. تحتل فلسطين مكانة عظمى في الإسلام، فلها مكانة دينية كبيرة، ويعود ذلك إلى ما يأتي. أولاً، يوجد بها أطهر وأقدس دور العبادة بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، ففيها المسجد الأقصى المبارك، أول قبلة المسلمين، وثاني مسجد بني على الأرض، وثالث الحرمين الشريفين، وبها مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه كان معراجه إلى السماء. ثانياً،
أرض الأنبياء، فقد هاجر إليها نبي الله إبراهيم عليه السلام، وعاش على أرضها الأنبياء، فيوجد بها محراب زكريا عليه السلام، ومات فيها كثير من الأنبياء، وهي أيضا مهد السيد المسيح عليه السلام. ثالثا، بها أشهر المدن المقدسة، ففيها مدينة القدس، وبها كنيسة القيامة، وفيها مدينة بيت لحم، لذا تتعلق قلوب المسلمين والمسيحيين بأرض فلسطين. أما بالنسبة لمدينة القدس، فتعتبر مدينة القدس المدينة العربية الفلسطينية ذات أهمية كبيرة، وتنبع أهميتها من قدسيتها، فهي تعتبر مثالاً على التعايش الإسلامي المسيحي منذ القدم. فبالنسبة للمسلمين، يوجد بها المسجد الأقصى ومسجد عمر بن الخطاب الذي بني بعد دخوله القدس فاتحاً. أما بالنسبة للمسيحيين، ففيها كنيسة القيامة التي تمثل معلماً مهماً بالنسبة لهم، وتتجلى مظاهر الإخاء الديني في فلسطين بتعانق المساجد والكنائس في مظهر قل نظيره في العالم. انظر معي عزيزي الطالب إلى الكتاب المدرسي صفحة 13، أضف إلى معلوماتك وتعرف على مزيد من المعلومات عن المسجد الأقصى، مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدينة بيت لحم. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: أثبت بالأدلة صحة العبارة الآتية: فلسطين لها مكانة دينية في قلوب العرب والمسلمين. يجب أن تكون إجابتك كالتالي: أولاً، هي أرض مقدسة، بها المسجد الأقصى المبارك، أول قبلة المسلمين، وثاني مسجد بني على الأرض، وثالث الحرمين الشريفين، وهي مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه كان معراجه إلى السماء. ثانياً، هي أرض الأنبياء، فعلى أرضها عاش ومات كثير من الأنبياء، وهي مهد السيد المسيح عيسى عليه السلام. ثالثاً، بها أشهر المدن المقدسة، مدينة القدس، وبها كنيسة القيامة، وفيها مدينة بيت لحم. سنتعرف في الهدف الثالث على الأهمية التاريخية لفلسطين. أولاً، لقد سكن الإنسان فلسطين منذ القدم، ويعتبر الكنعانيون العرب هم السكان الأصليين، فقد هاجروا إليها من شبه الجزيرة العربية، وذلك في عام 2800 قبل الميلاد. إذن بدأت الجذور التاريخية لفلسطين بهجرة الكنعانيين العرب عام 2800 قبل الميلاد. ثانياً، دخل بنو إسرائيل إلى فلسطين لأول مرة نحو عام 1190 قبل الميلاد، وكانوا قد قدموا من مصر، وسكنوا الجزء الشمالي الشرقي منها في ظل وجود الكنعانيين أصحاب الأرض. إذن الحدث الثاني هو دخول اليهود إلى فلسطين في عام 1190 قبل الميلاد، وهذا يدل على أن العرب هم أول من سكن فلسطين. ثالثاً، تعرضت فلسطين للغزو الخارجي، وكان آخرها الغزو الروماني في عام 63 قبل الميلاد، وكانوا قد قاموا بهدم القدس، فهرب من بقي فيها من اليهود إلى مصر والعراق وشبه الجزيرة وبقية دول العالم، وانقطعت صلتهم بفلسطين. إذن الحدث الثالث تعرض فلسطين إلى الاحتلال الروماني في عام 63 قبل الميلاد. الحدث الرابع، قام المسلمون بفتح فلسطين في عصر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في عام 636 ميلادية، ودخل غالبية أهلها في الإسلام. إذن الفتح العربي الإسلامي لفلسطين كان في عام 636 ميلادية.
بعد الفتح الإسلامي قام الصليبيون باحتلال القدس في عام 1099 ميلادية، حتى استطاع صلاح الدين الأيوبي تحريرها بعد معركة حطين في عام 1187 ميلادية. إذا تم تحرير القدس من الصليبيين في عام 1187 ميلادية. ثم خلف الأيوبيون في الحكم دولة المماليك الذين قضوا على الخطر المغولي وقضوا نهائيا على الوجود الصليبي في بلاد الشام في عام 1291. إذن تم القضاء على الوجود الصليبي في بلاد الشام في عام 1291 ميلادية. ثم بعد ذلك ضعف المماليك، فقام العثمانيون بضم بلاد الشام ومنها فلسطين إلى حكمهم في عام 1516 ميلادية في عهد السلطان سليم الأول، وقاموا بتقسيم فلسطين إلى 4 ألوية وهي صفد ونابلس والقدس وغزة. إذا تم ضم فلسطين إلى الدولة العثمانية في عام 1516. ثم قامت بعد ذلك قوات الاستعمار البريطاني في دخول فلسطين في عام 1917، وبقيت فيها حتى خرجت منها في عام 1948 ميلادية. إذن كان الاستعمار البريطاني لفلسطين بداية في عام 1917 وانتهى في عام 1948 ميلادية. أجب معي عزيز الطالب على السؤال التالي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. أول من سكن فلسطين هم: أولاً اليهود، ثانياً الرومان، ثالثاً الكنعانيون، رابعاً البابليون. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي الكنعانيون، هم أول من سكن فلسطين. أيضاً عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: فتح المسلمون فلسطين في عهد الخليفة أولاً أبي بكر الصديق، ثانياً عثمان بن عفان، ثالثاً علي بن أبي طالب، رابعاً عمر بن الخطاب. أحسنت، الإجابة الصحيحة هي عمر بن الخطاب. والآن عزيزي الطالب، بعد أن أكملنا درسنا لهذا اليوم، لنلخص أهم ما جاء في درس القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية حتى عام 1948 الجزء الأول. تناولنا في درسنا لهذا اليوم الموقع الجغرافي لفلسطين، وتحدثنا بأن فلسطين تقع في غرب قارة آسيا في الجزء الجنوبي للساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتبلغ مساحتها حوالي 27,000 كيلومتر مربع. وتناولنا أيضاً بأن فلسطين تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي متميز، ويعود هذا التميز إلى: أولاً أنها شكلت حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وثانياً بأنها تشرف على بحرين لهما أهمية استراتيجية وهما البحر المتوسط والبحر الأحمر. درسنا أيضاً الأهمية الدينية لفلسطين والتي تمثلت فيما يأتي: أولاً هي أرض مقدسة بها المسجد الأقصى المبارك، أول قبلة المسلمين، وثاني مسجد بني على الأرض، وثالث الحرمين الشريفين ومسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانياً أرض الأنبياء، فعلى أرضها عاش ومات كثير من الأنبياء. ثالثاً بها أشهر المدن المقدسة، ففيها مدينة القدس وبها كنيسة القيامة وفيها مدينة بيت لحم. ثم انتقلنا إلى الأهمية التاريخية لفلسطين،
وتعرفنا على الجذور التاريخية لها، والتي بدأت أولاً هجرة الكنعانيين العرب إلى فلسطين، وذلك في عام 2800 قبل الميلاد، ثم قام اليهود بدخول فلسطين في عام 1190 قبل الميلاد، وخضعت فلسطين إلى الاحتلال الروماني في سنة 63 قبل الميلاد، ثم جاء الفتح العربي الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب في عام 636 ميلادية، ثم تم تحرير القدس من الصليبيين، وذلك في عام 1187 ميلادية، وتم القضاء على الوجود الصليبي في بلاد الشام في عام 1291 ميلادية، ثم تم ضم فلسطين إلى الدولة العثمانية في عام 1516 ميلادية، إلى أن جاء الاستعمار البريطاني لفلسطين في عام 1917 ميلادية، واستمر حتى خرج منها في عام 1948 ميلادية. والآن عزيزي الطالب، أجب معي على السؤال التالي: رتب على الخط الزمني أهم الأحداث التاريخية في فلسطين عبر العصور التاريخية حسب التسلسل الزمني الصحيح. إليك هذه الأحداث: الفتح العربي الإسلامي لفلسطين، هجرة الكنعانيين العرب لفلسطين، ودخول اليهود إلى فلسطين. وإليك الخط الزمني: أولاً 2800 قبل الميلاد، ثانياً 1190 قبل الميلاد، ثالثاً 636 ميلادية. نعم عزيزي الطالب، في عام 2800 قبل الميلاد تم هجرة الكنعانيين العرب لفلسطين. في عام 1190 قبل الميلاد تم دخول اليهود إلى فلسطين. في عام 636 ميلادية تم الفتح العربي الإسلامي لفلسطين. بما تفسر عزيز الطالب تعرض فلسطين على مر العصور لأطماع الغزاة؟ يجب أن تكون إجابتك كالتالي: وذلك لأنها تتمتع بموقع استراتيجي وجغرافي متميز، إذ تشكل حلقة وصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتشرف على بحرين لهما أهمية استراتيجية، وهما البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولهذا تعرضت لأطماع الغزاة على مر العصور. لا ننسى أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نشكركم على حسن استماعكم، ونراكم في دروس لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.